لا شباب لا، والف لا، والف الف الف لا، والفين ونص لا. يعني لاول مره شباب بشوف سكنين رئيسيين، تمام، سكنين رئيسيين شباب بالحاضنه. هي معلم مو حاضنه، تشوف لا مو حاضنه، الماكينه دايموند شاب ليك شباب، سكنين روبن هود معلم، الروبن هود والريبن هود، يلا روعه. سو ليديز اند جنتلمان، كيفكم ان شاء الله بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام. رجعت لكم مقطع شباب، طبعا لا تقصدون شباب، بعرف ساحب صار لي ثلاث ايام ماني منزل المقطع شباب، لا تقصدون الله يسعدكم. المهم يا اساطير، سو ميوزك شغل، ليتس جو. اوكي شباب، عنا اليوم معلم سكنين الحظ الصفر، تمام مثل ما انتم شايفين. بلش اول 10 لفات شباب، بنشوف هالسكنين معلم الصراحه يعني شيء غريب عجيب. ياك انا مستغرب السكنين، طبعا السكنين الحلوين اثنيناتهم تمام، بس انا يعني مستغرب اكثر منهم شباب انه سكنين نازلين اثنين بنفس الوقت. وات ذا هيل معلم، شو عم يصير؟ لا 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 لا، لا تخلي يطلع المسكين اول شيء. الطاقيه طلعت لي، طاقيه الروبن هود معلم، طاقيه لا البنتال البنتال البنتال، طلعت التغيير البنتال شباب. يعني شايف معنا راح يطلع لي الاجزاء من الاجزاء تبع السكنين هذول يا شباب من دون ما احصل على هذا. تفرجوا تفرج معنا، اول مره سكنين بنفس الوقت يا اخي، سكنين رئيسيين بشب وبنت يا اخي، عندك صار شيء غريب عم يسبب قرينا معلم، شيء مو طبيعي معلم. هات لنكمل، ليتس جو، صلوا على النبي. هات لنشوف، لا لا هيك معلم، هيك ترى شباب، هيك في شيء مو طبيعي عم بيصير. ترى شباب انا بالعاده معلم ما ممكن احصل، يعني كم كان 400 طاقه شفت السكين يا اخي، شو عم بيصير هون؟ شو عم بيصير هون معلم؟ وات ذا هيل، رح اجيب السكين الثاني ولا شلون؟ طول بالك. اوه في شغله صفراء، شغله صفراء، شغله صفراء شباب، طلعت لي شغله صفراء شباب. معقول السكين الثاني؟ لا الجسم، الجسم معلم، الجسم السكين الثاني، لا لازم نكمل السكين البرنت كامل معلم، غير هيك ما يمشي الحال. ضروري 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 نكمل يا اساطير. اوكي هات نشوف، وين 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 وين؟ لا لا خلاص السكين البرنت معلم. شو معلم؟ انا بدي سكين البنت يا زلمه، طول بالك يعني احصل على السكين. لا 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 هيك معلم الشيء، طول بالك خلينا نكمل. هذا ايش تصور؟ نشوف طول بالك، بدنا نشوف طويل بالك معنا، اثنين ثلاثة أربعة، هذا طلع لنا سكين. البنطال، أوه والله البنطال حلو معلم، صراحة بنطال حلو، أزرق وأبيض هيك، لا أزرق وأحمر، أزرق وأحمر إيه. يا أخي شو قصة هلا التيشيرت الديباردور هذا معلم 2018، كل شوي بيطلع لنا معلم. يلا هات نكمل. تمام، ويلي 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 يا زلمي، والله مش انا حاسس معلم، يعني راح يخلصوا لي الدايموند معلم، راح يفلسوا لي بطاقات الدايموند هذول معلم، انا هيك حاسس يا شباب. ايوه ثلاث روح جميل يا اخي يا اخي يا اخي، ليش هيك يا زلمه؟ يا اخي يا اخي ليش عم يعملوا معنا هيك معلم؟ خلينا نشوف. اوووو وهيك طلع السكن الثاني شباب، وضعنا باللوس. بياخذ الاقنعه يا زلمه، شو نعمل هالاقنعه يا زلمه؟ طولوا بالكم شباب، طولوا بالكم شباب، خلينا نجي لهون. بما انه معلم الصراحه لا 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 لازم لا يا زلمه، لا صراحه ولا راحه يا زلمه. ندخل معلم، لا اول شيء نجرب سكين البنت، نجرب سكين البنت شباب، ندخل نجرب سكين البنت معلم مثل كل مره شباب. يعني بلش اول شيء بالليديز، بالليديز وين هذا؟ وين هذا؟ وين يا زلمه؟ وينه؟ وينه يا زلمه؟ وينه هذا؟ يا سلام عليك، هذا هو. نفتح نجرب سكين البنت يا اساطير، تمام؟ اوكي لا ليش ما ليش ما ركبوا؟ ليش ما ركبوا؟ ليش ما صار؟ ليش هيك؟ شو صار؟ لا يا زلمه لا يا زلمه، طول بالك. ها باللوز، اوكي ندخل على التدريب شباب، بدنا نستعرض لكم اياه بالتدريب. يا السلام عليكم حبيبي والله، هات نشوف. ايوه جميل باللوز، يا سلام عليك. ايوه 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 الصراحه معلم هذا سكين روبن هود ابدا، مثل ما انتم شايفين يعني، يعني شيء تمام التم. هي بالنسبه لسكين البنت يا اساطير، الان نحن ننتقل الى سكين الشاب. سكين الشاب يعني طبعا شباب يعني تعرفوا يعني اغلب يعني لو كنت مثلا يعني خلاص سكين الشاب معلم، ما بدنا نبعر هالامر معلم، ما بدنا نجيب العيد خلاص، ركز خلينا نشوف سكين الشاب شباب. او ماي جاد يا بيبي، طول بالك، نجي لهون نجي لهون. وينه؟ وينه يا اخي؟ والله شباب وقت ما صار التحديث انا مضايع شوي بهذول الحزامات. لا والله شباب نحن خليه هيك برايي، وراح خليه هيك شباب برايي، يعني بقطع الحذاء يعني معلم، لا يعني بقى اي جسم
يا اخي روبن هود يا زلمه، روبن هود يا زلمه، جز سكن سكنين روبن هود وروبن هود. طول بالك معلم، بما انا معلم يعني السكن يعني باقي بس الحذاء، الحذاء هذا بنخليه على حاله، نخلي الحزمه مسكره. يا سلام على لا 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 شباب، هذا في هون غلط بالحذاء، لازم نشيله مباشره يا اخي. الحذاء لازم نشيله، نحط حذاء ثاني معلم. يعني 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 ضروري ضروري حتى يا اخي بدون حذاء. شو لا خلاص لازم نشيل حذاء ثاني معلم، ما يمشي حالي. طولي بالك طول بالك طول بالك طول بالك، خلاص هيك خلاص هيك باللوس. بس شيء يا شباب اللي عجبني بهذا البنطال انه طول بالكم البنطال هذا صار شيء قصير يعني بيجي حلو. هل نحط شيء حذاء؟ يا سلام اقسم بالله شيء باللوز معلم. اوكي نجي لهون نرجع نعمل هيك، نروح نجربه شباب بالتحت بالتدريب ونشوف شو وضع معلم هذا السكين باللعب. ليتس جو. اوكي معلم يا سلام عليك، شو هالجمال شو هالجمال شو هالجمال الجميل قوي يا اخي. شوف الطاقيه معلم، شوف الطاقيه شباب، يعني عن جد يعني وي حبيبي والله. تعال تعال شوف شكله باللعب معلم، شكله بالجلد. طبعا الجلد بلاش ندخله معلم بالسلاح هذا ب 100 طلقه بربر ب 100 او الطلقه 100 طلقه معلم، بدون تفكير بدون اي اللي. تعال هون تعال هون من الحلوين. روبن هود يا زلمه، روبن هود لك وينهم؟ قول لي. اوه ماي جاد، طول بالك معلم. شو بدك معصب هاي؟ شو بدك معصب معلم؟ عادي؟ شو بدك معصبين الشباب؟ لا 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 معلم، هدول معلم شكلهم معصبين كثير، هدول معلم معصبين كثير الشباب معلم، ما يمشي لحالي، طول بالك. لا هيك ما يمشي الحال، طول بالك، تعال هون. علومي تعال هون تعال هون، شو بدك معلم؟ هدول لازم 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 لازم. طول بالك طول بالك. لازم يعني شكلهم معصبين كثير معلم. يلا انقلع انت كمان، معصب على البلاي. يلا روح يلا روح قول لي. تعال هون يا هون، والله حلوه انت كمان. لا لا هيك ما اتفقنا معلم، هيك ما اتفقنا معلم. هذول ثواني ثواني، لا 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 ما اتفقت هيك، ما اتفقنا هيك شباب. يلا اوكي طول بالكم نشوف ملون شباب. تعرف مثل الكاميرا يا شباب، انا بحب اعمل هيك يعني التعديل الاخير. طبعا شباب يعني بنفس الوقت بتمنى من كل اسطوره شباب عم يتابعنا بهذه اللحظه الاسطوريه حبايبنا، الله يسعدكم يا رب. بدنا اياكم شباب تعطوني هيك افكار جديده شباب، لانه يعني بنفس الوقت يعني شباب شو بدي اقول لكم، يب بدنا افكار جديده شباب، افكار جديده شباب. اكتبوا بالتعليقات شباب شو تحبوا ننزل لكم مقاطع جديده او اي اشياء جديده او محتوى جديد او اي شيء، اكتبوا بالتعليقات حبايبنا. اوكي يا اساطير. اوكي الان شباب مثل كل مره معلم لازم اعمل اللمسه الاخيره شباب والله الصراحه يعني الطاقيه حلوه ماشي ماشي، بس ولكن انا يا شباب يعني ما بقدر، لا لازم اعمل اللمسه الاخيره يعني مثل كل مره انه نعمل التعديل اللي متعود اعمل عليه دائما معلم اللي هو هذا معلم. خلاص هيك شباب عملنا اللمسه الاخيره، هيك الامور صارت باللوز وطيبه وتمام التمام. اوكي حبايبنا شو عجبكم مقطع يا اساطير، لا تنسوا تتابعونا بالفيسبوك باللايفات وبكل اماكن معلم، الروابط كلها موجود تحت بالوصف يا اساطير. اتمنى لكم سهره سعيده ويومكم سعيد، نلتقي في فيديوهات جديده، الى اللقاء.